مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ليس الميت من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء يعيش طول حياته كاسفا باله وقليل الرجاء. كنت معروض عند خوتنا في العيونيه وكونبارازار جيت لواحد المنطقه فيها صديقي، فيها صديقي عندها اوتيل الجزيره بعيون الطرق. اي انا ما كانش على بالي بلي كاين واحد القطع اثريه نادره، ما كانش على بالي حتى كي دخلت عندك تفاجئت. والحاج صالح اللي عجبوني شوف هذا تاع في الكومينيكاسيون قديمه ما صح. هذه خاصه بلا كومينيكاسيون بكري اكزاكت، ما على باليش واش من عام. المشاهدين تاعنا في التعليقات ديروا لنا شحال واش من عام. ما على باليش كيفاش تخدم، بالك فيها نيفيش ولا ما شان. هنا هذه هنا بالباتري فولتاج الله اعلم. فولتاج نظن دير الفيشه هذه هي ودير النيميرو اللي بات اللي بات عيطها. شحال عندها من سنه هذه؟ عبا كي تدخل هنا لونتيل جزيره تحس روحك اريز هذا قال قال بالبزاف، تحس روحك اريز. شو هذه هي البيسه راح نزيد الماء صح. كيفاش خادمينها؟ كل شيء مبلي، مبلي شومبر، مبلي سويت، كل شيء كل شيء مبلي. ها طابله كيما هذه اللي ما يعرفش ما عندهاش اهميه، مي هذه على الاقل يكون عندها واحد 100 سنه ولا اكثر. شوف صح قديمه 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 ما ندير فيها المنارة قديمة، يعني حاجة مفقودة مفقودة. شوف كي تبغيت المشاهد كي يبغي يتوبني حاجة ولكن حاول يرجع للماضي، كي يبغي يخدم شعرية يبغي يخدم محتوى ولكن حاب يرجع للماضي 50 سنة 100 150 سنة، ننصحه يجي الاوتيل جزيرة بعيون الطرق. اوتيل جزيرة كي تدخل هي تحسب روحك في 1858، يعني صوالح مفقودين بزاف. دوك نشوف طالعين يعني كل شيء. ها شوف الساعة، الساعة هذي شحال عمرها؟ الله يعلم. الشبيبة اللي في الكومنتير يخبرونا. نشوف طالعين ها صح. اللباس هذا ما نعرف واش من لي روما ولا ما فهمتش لي روما. نعاودو ندورو للمنارة هنايا. شوف كيفاش خادمين هذا، شوف كيفاش خادمين الكادر هذا. دروك السنوات واش من عام ما نعرف انا، المهم اني حاسس روحي بلي راني رجعت 100 سنة خلف ولا أكثر. وين تروح ما بليو كيما هاك؟ وين تروح؟ أي بياسة تشوفها قدامك عرفها باللي ودي أثرية، عرفها فاني باللي قديمة، عندها يعني سنين عدة. دوك نوريكم واحد الحاجة، شوفوا المذياع هذا، عجبني واحد المذياع هذا. غادي هنا ندخلوا للصالة تاع الهفالة تاع الماكلة، فالي. الإذاعة، إحنا لحقنا تاع الستينات والسبعينات الإذاعة، بصح ملحقناش على هذا، على دي لامارك ولا، ملحقناش عليها. يبقى في التعليقات خبروني واش نسال. ها هو هذا، عاد هكا قطعة أثرية. ها شوفوا المابل، حتى المابل قديم قديم. شوف هذا هنا نظن هذا كيما كيما البيانو، واو بيانو. بيانو دي بيانو هذا. نقول لكم كلمة، هذا على الأقل يكون عنده
150 سنة 200 سنة على الأقل، نظن على الأقل شرفا. مشاهدين راكم تشوفوا فينا، ولكن ديروا لنا تعليقات خبرونا واش من عام. ها هو هنايا، هذه سانتي ولا بيانو تاعهم كان اليبوك. ها ونعاود نرجع هنا وندير واحد المحتوى، نحاول ندير محتوى ولكن غادي تورني فيه على اساس انا في 1850 ولا تقريبا حتى تحت الهندام يكون يناسب المظهر هذا اللي نشوفه فيه يعني ما شاء الله. ها هي سانتي، وين تلقاها حتى هذه عندها 150 سنه ولا 200 سنه؟ كل شيء مبل، كل شيء مبل، حتى الشمبره كتدخل لها مبل، السويك مبل، وين تبوجي قاعة تاع الاطعام مبل، وين تروح؟ وين تروح مبل؟ شوف والله هذيك اكتشفتها معكم دوك، اكتشفتها معكم دوك. شوف سبحان الله الكرسي فاني 1800 زيد لي اش تعبنا، بصح عندنا هنايا فاني هنايا كل شيء مبل، كوار كل الحاجة كل حاجه مال. عاود نرجع هذيك لاباري هذيك اللي خلصوا بها، اللي كنا نشوفوها في الافلام تاع الانجليز غالي، بعد فرشتو الفيلم تاع التيتانيك تشوفوا في لي بياس كيما هذه هنا. ما فهمتش كيفاش يخرجوا التيكي ولا دير هذه الشيفر هنا، يعني بياسة إيه عندها سنين، عندها أنا ما على باليش كيسموها، ولكن ماذا بيكم في التعليق خبروني كيسموها. أنا ضرب الماركة هذه اللي خلصوا بها، ها قديمة مابلة هنا يعني ما شاء الله فور بالبزاف. مشاهدي الأعزاء اللي يجي لعين الترك، راه كاين منطقة وكاين أوتيل فيه صوالح ما بالك تكون شفتهم في التلفزيون الي بوك ولا، بصح كي تجي هنا غادي تعيش هذيك اللحظه بالكالم بالبزاف، اطلق روحك كمواطن. شنو نقول لكم مشاهدينا الاعزاء؟ يمكن انا ندير لكم فيديو وريناكم حاجه في وهران اكزاكت بمدينه العيون، اوتيل الجزيره كي تدخل اطلق روحك، يعني تقدر دير محتوى ولا فيديو ولا دير فوتو يكون عندها واحد النظره مغايره للعصرنا اللي راها كاينه دروك، مغايره بزاف. انا خويا صراحه راني في 1850، راني في 1850 غادي نخرج من الباب نعاود نرجع ل 2023. ربي يحفظكم مشاهدين وتهلاو في بعضكم البعض، صحيح.